جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال. أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني. هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم، فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه. لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك. ها؟ كيف؟ أخبرنا أثابك الله. نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه. أصبت يا أخي، إنا إن شاء الله لفاعلون. إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أما أنا فأصلي الليل أبدا، وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الشريعة بالتوسط والاعتدال، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان ضوابطها ولتوجيهها إلى المسار الصحيح.